السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما ما جاء في عناوين اخبار السودان السياسية والاقتصادية والرياضية الصادرة صباح اليوم.
للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك. ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.